السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز. في هذا الفيديو أتيت لكم بموقع خرافي للحصول على متابعين على حسابك الانستغرام، فمن خلال هذا الموقع يمكنك الحصول على أزيد من 10,000 متابع في اليوم، لأن هذا الموقع يعطيك 150 متابع كل ساعة، وأيضا يمكنك الحصول على اللايكات ومشاهدة الستوريات وأيضا مشاهدة للفيديوهات. فهذا الموقع رائع جدا، فأنا قمت بتجربته البارحة واليوم أحببت أن أشاركها معكم. فهناك العديد من الأشخاص يحبون أو يريدون مني أن أقدم لهم مثل هذه المواقع للحصول على متابعين على حساباتهم الانستغرام. المهم سوف أريك طريقة استخدام هذا الموقع، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة المفروض تضغط على زر الاشتراك ثم التفعيل خاصية الجرس كذلك لتتواصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قدمت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو أتيتكم بموقع خرافي للحصول على متابعين على حسابك الانستغرام، فهذا هو الموقع، سوف تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. فبعد دخولك إلى الموقع تظهر لكم الواجهة على هذا الشكل، فهي اللغة التركية، فأظن أنه الموقع التركي. يمكنك تغيير اللغة إلى اللغة العربية، وهناك تجد العديد من اللغات يا أخي الكريم. نقوم باختيار عربيك لتحويله إلى اللغة العربية، وننتظر قليلا. فكما ترون إخواني الكرام تم تغيير إلى اللغة العربية، وللدخول إلى الموقع نقوم بالضغط على المقدمة هنا، تظل لنا هذه الصفحة أو هذه النافذة هنا. إذا لم يتم تحديد اللغة يمكنك تحديده يا أخي الكريم عبر اختيار اللغة العربية، وهنا نقوم بكتابة الاسم المستخدم. فيجب أن تكتب أو تختار اسم أو حساب وهمي، فعليكم بإنشاء حسابات وهمية على الانستغرام. إذا قمتم بإدخال الحساب الرسمي هنا وقمت باستخدام هذا الموقع، فسوف يتم إغلاق أو حظر حسابكم يا إخواني الكرام. فلذلك عليكم بإنشاء حسابات وهمية، وعليكم باستخدام الحسابات الوهمية لكي لا يتعرض حسابكم الأصلي إلى الحظر. فأنا لدي حساب وهمي والذي أستخدمه بشكل يومي في مثل هذه المواقع، أقوم باختياره وسوف أظهر الصورة الخاصة التي أضعها في حسابي الوهمي. نعم هذه هي، عفوا أين هي؟ نعم هذه هي، هذه الصورة أو هذا هو حسابي الوهمي. وهنا أقوم بكتابة كلمة السر، أقوم بالضغط على تسجيل الدخول، Don't save، لا أريد حفظ كلمة السر، وننتظر لما يتم الدخول مباشرة إلى الموقع. فتذكروا معي إخواني الكرام، فعليكم بإنشاء حسابات وهمية، والحسابات هي التي تستخدمونها في الدخول إلى مثل هذه المواقع للحصول على متابعين لكي لا تقعوا في مشاكل. فالبارحة عندما قمت باستخدام هذا الموقع قمت باستخدامه بحساب وهمي، فكل المواقع التي أقدمها لكم فهي بحسابات وهمية، وعندما أقوم بالحصول على متابعين أقوم بإدخال حساب الرسمي. فكما قلت لكم البارحة قمت بالدخول إلى هذا الموقع وأعطاني 150 متابع وأيضا 150 لايك، ولكن اليوم أعطاني 120 وأنا 120. المهم لا يهمنا إخواني الكرام، سوف نتوجه إلى حساب الرسمي. فكما ترون هو حسابي الرسمي أيوب خبيز دوت أوفيسيال، لدي 2123، تذكروا معي 2123 قبل أن أحصل على متابعين، تذكروا كم متابعين لدي 2123. الآن نتوجه إلى الموقع، نقوم بالضغط على ستاند فولورز، ننتظر قليلا، وهنا نقوم بكتابة حسابنا الرسمي. نعم إخواني الكرام، نقوم هنا بكتابة حسابنا الرسمي. في الأول قمنا بإدخال الحساب الوهمي، والآن نقوم بإدخال حسابنا الرسمي. بهذه الطريقة فنحن لا نعرض حسابنا الرسمي إلى الحظر. فبعد كتابة الحساب الرسمي نقوم بالضغط هنا على هذه الكلمة، لا أعرف ما هي، فقط نقوم بالضغط عليها. فتذكروا معي لدي 120 فولورز. نعم هذا هو حسابي، كما قلت لكم 2123، كما ترون 2123، والصورة البروفايل شاهدوها
وأيضا توجد هنا، وهنا 120 فولورز لدي، سوف أقوم بكتابتها هنا، أقوم بكتابة هنا 120 على هذا الشكل، وأقوم بالضغط هنا، تذكروا معي لدي 2123، نقوم بالضغط هنا عندما نقوم بكتابة هنا 120، نقوم بالضغط هنا، فبعد الضغط ننتظر ريثم يرسل لنا متابعين، وسوف نجد هنا الأسماء المتابعين، وننتظر ريثم ينتهي ونقوم بالدخول إلى حسابنا على انستغرام، وسوف نجد المتابعين الذي قام بإرسالهم هذا الموقع. فعليك الانتظار تقريبا من دقيقة إلى 3 دقائق ريثم ينتهي من الدوران. فكما قلت لكم فهذا الموقع أعجبني كثيرا بميزات رائعة، إرسال مشاهدات لستوريات، وهنا هذه ساند لايف، إرسال مشاهدات للايفات، إذا كنت تعمل لايف سوف تقوم بإرسال 500 مشاهدة، يعني 500 واحد راح يشوف اللايف الخاص بك بث مباشر. وهنا إرسال التعليقات، وهنا إرسال لايكات للتعليقات، هنا هذه تعرفون ان فولورز يعني متابعه، وهنا ساند سيف يعني 500 اونرجستر يعني 500 شخص راح يقوم بحفظ صورك على حسابه، وهنا 120 لايك، وهنا 1000 مشاهده على الفيديوهات الخاصه بك. المهم اخواني الكرام راح ننتظر الريتم ينتهي من الدوران، سوف أقوم بإيقاف التصوير لكي لا يكون فيديو طويل. فحاليا إخواني الكرام يقوم بإرسال لمتابعين، فكما رأيتم في الأول قمت بكتابة 120 هنا وبقيت 112، يعني أن تم إرسال 8 متابعين، وحاليا لم يتوقف من الدوران، وسوف نقوم بالانتظار تقريبا مرة أزيد من 3 دقائق وننتظر. فكما ترون لقد انتهى يا اخوان الكرام، الان سوف نقوم بالدخول الى حسابنا الرسمي على الانستغرام ونشاهد كم متابعين ارسل لنا، تذكروا معي 2123، نقوم بعمل ريفريش، 2123 كانت لدي، اصبحت 135، ارسل لي 12 متابع، فكما ترون اخوان الكرام أرسل لي 12 متابع، هذم المتابعين التي حصلت عليهم من قبل هذا الموقع الرائع. وأيضا يمكنك الحصول على لايكات، فكما ترون هي طريقة سهلة جدا لاستخدام هذا الموقع. الآن سوف نتوجه إلى الطريقة الثانية وهي الحصول على اللايكات، نقوم بالضغط عليها هكذا، وهنا نقوم بوضع الرابط الخاص بصورنا بأي صورة، هنا مثلا سوف اختار هذه الصورة لدي 20 متابع، اقوم باختيار هذه الصورة، اقوم باخذ الرابط، لدي 20 متابع، الان نتوجه الى هنا ونقوم بوضع الرابط هنا الخاص بالصورة، نقوم بالضغط على هذه الخانة وننتظر قليلا، نعم هذه الصورة لدي 20 متابع وسوف اقوم بالحصول على 120 او اقل، اقوم بكتابة هنا 120، اقوم بالضغط هنا. فهي الطريقة مثل طريقة الحصول على متابعين، تقوم بكتابة هنا العدد وتقوم بالضغط هنا وتنتظر ريثما يتم إرسال لك متابعين أو إرسال لك اللايكات، وعندما تقوم بكتابة هنا العدد سوف تجد بأنه ينقص، إذا نقص هذا العدد وأصبح 116 يعني تم إرسال 4 متابعين، وإذا أصبح 90 يعني أرسل لك 80. فكما ترون اخواني الكرام الان اللايكات تاتي، نعم هنا اللايكات تاتينا يا اخواني الكرام، فكما ترون هنا في الجانب ارسل لي 5 لايكات، اصبح بقيت هنا 115، كانت 120 في العدد يعني ارسل لي 5، وسوف ننتظر ريثما ينتهي هذا من الدوران، وسوف نقوم نشاهد الصوره وكم حصلنا على لايكات، تذكروا معي كانت لدي 20 لايك، وعند الانتهاء سوف نرى كم حصلنا على اللايكات يا اخواني الكرام، فعليكم الانتظار تقريبا ازيد من 3 دقائق. نعم يا اخواني الكرام لقد انتهى من الدوران، سوف نقوم بالتوجه الى حسابنا الرسمي
فكما ترون لدي 20 لايك، نقوم بعمل ريفرش. تذكروا معي كانت لدي 20 لايك. هنا يقول لي أرسل لي 12، وسوف نشاهد. نعم أرسل لي 12 لايك وأصبحت 32، كانت 20 لايك. كما ترون سوف نشاهد اللايكات التي تم إضافتها من خلال هذا الموقع. نعم وهذه الصورة الخاصة بي. نعم وهذا المتابعين. وللتكرار العملية يا إخواني الكرام يمكنك تكرارها، اعمل ريفرش للموقع وسوف تشاهد البقية لديك اللايكات المتابعين. ننتظر يتم عمل ريفرش للموقع، فأصبح عندي هنا في لايكات 0 والمتابعين 120. سوف أكرر مرة أخرى الحصول على متابعين، وسوف نرى هل سوف يتم إرسال لي مرة أخرى أم لا، أو علي الانتظار تقريبا ساعة. نقوم بالضغط هنا، هنا مرة أخرى نقوم بكتابة 120، نقوم بالضغط هنا وننتظر. تذكروا معي لدي 2135 متابع. نعم يا إخواني الكرام الآن يتم إرسال لمتابعين، كانت هنا 120 أصبحت 112، يعني أرسل لي 8 متابعين. وسوف ننتظر لما ينتهي من الدوران وسوف نرى كم حصلنا على متابعين. فقط ننتظر أزيد من 3 دقائق حتى 5 دقائق، ونكتشف بعض الميزات الأخرى إذا كانت تشتغل أم لا. فنقوم بتجربة البارحة زيادة مشاهدة ستوريات، فهي حاليا غير متواجدة لأنه لم يعطيني خانة إدخال أو وضع الرابط الخاص بالستوري، ولم أشاهد هذه الميزات الأخرى. فتعليقات أظن سوف تكون لأنها متواجدة في جميع المواقع تقريبا. وأصبحت هنا 109 وسوف ننتظر، يعني أرسل لي 11 متابع وسوف ننتظر يا إخواني الكرام. فعليكم بالصبر إذا قمتم باستخدام هذا الموقع، فعليكم بالصبر ولا تملوا منه، فهو يتأخر كثيرا لإرسال المتابعين، ولكن إنهم متابعين أجانب أظن أغلبهم من تركيا لأن هذا الموقع أصله تركي، فكما ترون لغته الأصلية تركية. راح أقوم بإيقاف هذه الخاصية الحصول على المتابعين لأنني انتظرت 3 دقائق أخرى إضافية ولم ينقص هنا من العدد، ولا أريد انتظار أكثر، فقط سوف أتوجه إلى المميزات الأخرى لأريكم العملية يا إخواني الكرام كيف تستخدمون هذه الميزات الأخرى. سوف نقوم بالدخول إلى أسطوري، لكن قبل كل شيء سوف نتوجه إلى الحسابنا وسوف نرى كم ازداد عدد من المتابعين. 135 تذكروا معي 2135. أقوم بعمل ريفريش لحسابنا الرسمي وأصبحت هنا 146، كانت 135 ازداد 11 متابع. فكما ترون انضافت لي 11 أخرى من المتابعين. الآن سوف نتوجه إلى الموقع ونقوم باستخدام الميزات الأخرى. فكما قلت لكم قمت بالضغط على ستوري فيو يعني لكي أزيد من مشاهدة الستوريات، لكن أين تلك الخانة؟ فهي لم توجد. لكي أحصل على مشاهدة للستوريات لن توجه إلى ستاند لايف، فهذه الخاصية ستوري فيو فهي غير متواجدة، وهنا ستاند لايف. إذا كنت تعمل لايف فعليك أن تضع هنا الرابط يا أخي الكريم، الرابط الخاص بالبث المباشر الخاص بك، وتقوم بالضغط هنا وسوف تتوصل ب 500 مشاهدة، يعني 500 متابع على اللايف البث المباشر الخاص بك. وهنا ستاند كوماند إرسال تعليقات، وهنا تختار أي صورة الخاصة بك وتقوم بوضعها هنا وتقوم بالضغط هنا وتقوم باختيار الكلمات التي سوف تأتيك في التعليقات. وهنا كومنت لايك، هنا تضع الصورة الخاصة بك وهنا أضع أي اسم، وثم تقوم بالضغط هنا وسوف تأتيك لايكات على الكومنتات التعليقات. وهنا ساند سيف يعني حفظ الصورة، يعني مشاركة 500 شخص راح يشارك الصورة الخاصة بك على حسابه. وهنا فيديو فيو
يعني مشاهدة الفيديوهات. إذا كان لديك فيديو هنا في حسابك انستغرام، تقوم بنسخ رابط الفيديو، تقوم بوضعه هنا، تقوم بالضغط هنا، وتقوم بكتابة 1000 فيو يعني 1000 مشاهدة، وتقوم بالضغط على هذه الخانة كما فعلنا في حصول على اللايكات وحصول على متابعين، وتنتظر تقريبا تزيد من 3 دقائق حتى تتوصل بمشاهدات الفيديوهات. نعم يا اخوان الكرام، فهذا الموقع سهل الاستخدام، وكما ترون لديه 8 ميزات رائعة و150 متابع في كل ساعة، هذا شيء خيالي يا اخوان الكرام. المهم ستجدون الرابط اسفل هذا الفيديو، والى هنا اوجد الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله.